هنأت الفنانة المغربية نرجس الحلاق الممثلة جيهان كيداري بمناسبة استقبالها لمولودها الاول وذلك عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام ونشرت نرجس الحلاق صورة للفنانة جيهان كيداري وهي تحمل مولودها في حضنها وارفقتها بتعليق يقول الف مبروك حبيبتي جيهان كيداري هذا وأعلنت جيهان كيداري عن استقبال مولودها الأول ونشرت مجموعة من الصور توثق من خلالها مراحل حملها ولحظة وضع مولودها وأرفقتها بتعليق يقول: "أصعب وأجمل تسع شهور في حياتي، الحمد لله والشكر لله"